عندك رز بايت اوعي ترميه. تعالى اقولك وصفة علشان تجدديه. وصفتنا صينية رز بالبشاميل. اول حاجة نجهز الحشوة. حلة هنحط فيها معلقتين كبار زيت، هننزل عليهم ببصلاية مبشورة ناعم، وعليهم ربع كيلو لحمة مفرومة. هشوح اللحمة كويس بمعلقة ملح، معلقة فلفل، معلقة توابل مشكلة، هنزل بكوباية بسلة، هضيف عليهم كوباية جزر متقطع مكعبات، وعليهم كوباية فاصوليا خضراء متقطعة، واشوح شوية. نجهز صلصة البشاميل. اول حاجة في حلة على النار هنحط معلقتين كبار سمنة، وعليهم 4 معالق دقيق. هشوح الدقيق شوية لحد ما ريحته تروح، وبعدها هنزل على الدقيق بمعلقتين كبار قشطة، هضيف 3 كوبايات من اللبن، هحط الملح، وحط الفلفل، رشة جوزة الطيب، وبكده يبقى البشاميل استوى. هضيف في الصينية 1/2 كوباية بشاميل، وحط 1/2 كمية الرز اللي عندي، وبعد كده هرص عليه الحشوة اللحمة المفرومة والخضار، وانزل بالنص التاني من الرز فوق الحشوة وسويه تماما، وبعدها باقي البشاميل احطه على الوش الرز، ومعايا معلقة قشطة هحطها فوق البشاميل، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، وشغل الشواية لمدة 2 دقايق علشان تحمر. ومن النهاردة الرز البايت اوعي ترميه ولا تفرطي فيه، وما تنسيش دايما ان الوصفة عندنا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.